الخوات نعود لكم قصه حياتي. حتىش انايا كنت باقا صغيره كان عندي الاب، كان قبيح، ما كانش كيحملني نخرج ولا نمشي مع الدريات ولا داكشي، مع كنت باقا صغيره بحال كان راد ليا البال. كانوا عائلته يقولوا لي فهمشي سيري معاك الدريات صافي خرجي، ولكن ما تحطليش وداكشي. هو ما كانش يرضى حيت هو ولد البلاد وداكشي، ما كانش كيرضى، كيقول لك لا ما تخرجي ما تديعي ما والو، تمشي لتبلاصه انا نعطيك الفلوس اللي بغيتي انا نوجدها لك، تمشي لتبلاصه. انا ماشي قضيه الفلوس، خارجه على قبل الفلوس من دارنا، ولا انا خارجه على قبل الدريات كنت كنخرج نضحك معاهم، نخرج نمشي نبرك معاهم، نمشيو للبحر، نمشيو قهوه، نمشيو. دابا داكشي كنصحاب داكشي فهمتي، وقت يبقى داكشي كيف كان. دابا ما والله ما عندي باش ناخذ الدواء ولا باش نخلص كرا، ما عندي والو ولا باش نصير لا والو، كنموت بالجوع والو. بغيتكم تعاونوني عافاك، الله يجازيكم بخير. رحلتي معذبه وكنمشي للسبيطار وما كيقولوا لي تخلصي ضروري، بغيت اللي يعاوني والله، هادشي حالتي معذبه والله بزاف. بغيت شي جمعيه او شي مساعده بنادم يعاوني، حيت انا كنت بخير غير تحرقت صافي، وما بقيتش دابا كنقد لا نخدم لا والو، كندير ايدي كدورني صدري كلشي، ما كاينش لي ما عندي الصحه باش غنخدم والو. حيت كنت كنخدم ولكن ما كنت كنضرب بريكولات على قد الحال وكنجي، ولكن لقسم قسم الله واخا اصلا ماشي هذاك الشيء ما قادنيش، وتعرف الصير والمعيشه والكرا وداك الشيء، والله غير الناس اللي كيعاونوني. دابا الناس راه تيعياو، ما بقاش ولا باغين يعطوني حتى الشبا، قال لك بزاف